عاملين ايه؟ مكملين في وصفات العيد وعامله لكم النهارده وصفتين احلى واسهل من بعض. هنبتدي باول وصفه وهي القرص الطريه. القرص الطريه الحلوه دي اللي ممكن بقى نحط فيها ايه؟ عجوه ونعملها بالقشطه او من غير. يلا بينا نقول المقادير ونبتدي في العجينه سوا، هتشوفوا سهله ازاي وحلوه ازاي. يلا بينا. محتاجين كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، معلقه كبيره خميره فوريه، 2 معلقة كبيرة سكر، 2 معلقة كبيرة حليب علشان نخمر يعني الخميرة، معلقة كبيرة بيكنج باودر، رشة ملح، كوباية لبن رايب، 2 كوباية حليب دافي، كوباية قشطة بلدي، ربع كوب زيت، نص كوب سمنة بلدي، سمسم اختياري، شمر اختياري، وينسون اختياري. اوكي يلا بينا. اول حاجة خلينا نبتدي بالدقيق. لازم يبقى الدقيق بتاعنا نوعه حلو، نوعه كويس، فنجيب المتعدد الاستخدامات او بتاع الفطاير بيطلع حلو قوي معاها. نحط كده الدقيق، الشمر واليانسون والكراوية والحاجات دي لازم ناخدها تشويحة على النار علشان ريحتها والزيوت اللي فيها تطلع. التشويحة دي أهم ما في الموضوع. هنحطهم كده على بعض. تعالوا نخمر الخميرة. بنحط اللبن، معلقتين اللبن الدافيين دول على الخميرة كده، على السكر، وجنبي نكلم رحمة. يا رحمة. ألو. ألو. إزاي؟ إزيك أنت، عاملة إيه؟ الحمد لله. أنت عاملة إيه؟ أنا كويسة الحمد لله. انا بقيت بنبسط قوي لما بسمع صوتك. خط قطع. شكرا يا رحمه، حاولي تكلمينا تاني. نقلب كده ونكلم مدام عبير. حاولي تكلمينا تاني بليز. حط الخميره على جنب واجي هنا واقلب كده ايه الكلام ده كله على بعضه. ريحة الشمر فظيعة. نحط بقى السمسم كده برضو ونقلب. نحط البيكنج باودر ونقلب كويس. والقشطة البلدي بقى دي بناخدها من على وش اللبن نشتريها، بس المهم ان احنا يبقى عندنا في الوصفة دي قشطة بلدي. نحط الزيت. الزيت والسمنة مهمين مع بعض، ما يعني الزيت ده ما تبدلهوش بأي حاجة، هي أحلى حاجة فيها إن بيبقى كله على بعضه. وإحنا بنفرك كده بننزل اللبن الرايب، تطلع طرية وجميلة بسبب اللبن الرايب ده. كوبايتين اللبن يبقى دافي جنبي وكله على بعضه. حط القشطة. بصوا القشطة وحلاوتها. ونعجن كده. نكلم مهر قيل. ألو. 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 ازيك؟ الحمد لله. ازيك؟ الخط قطع المرة اللي فاتت وانا كنت مستنية اكلمك. ايوه. صح؟ انا كلمتك اهو. عامله ايه؟ الحمد لله كويس.
قولي لي الاسم يعني ايه؟ يعني كوسه الله او سلام الله. سلام الله، عاشت الاسامي يا حبيبتي. الله يخليكي يا سيدي. قولي لي عندك اي سؤال؟ كنت عايزه اتحدث على بسكوت النشاري. حاضر هنعمله من عينيا يا حبيبتي. ميرسي جدا. العفو على ايه؟ اللبن الدافي وبنعجن. طبعا لو عندنا عجانه تمام، ما عندناش انا بحب اعجن بايدي. نعجن كده لان بالذات في المعجنات اللي هي زي الفطاير والبيتزا والحاجات اللي محتاجه عجن كده، دي انا بحب اعجنها بايدي قوي بصراحه. نكلم ايمان. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دعاء؟ الحمد لله تمام. كل سنة طيب. وانت طيبة؟ والله أنا بحبك جدا، أول مرة والله بجد أكلمك. أنا مبسوطة جدا، ربنا يخليكي، تسلمي. أنا بجد أنا كنت عايزة أطلب من حضرتك طلب بس صغير. أموري يا حبيبتي. أنا كنت عايزة رقم حضرتك بس، كل اللي في البيت أنت عارفة كلهم تعبانين. فضروري والنبي. حاضر يا حبيبتي، حاضر حاضر. العجن اهم حاجه، اللبن يبقى دافي اهم حاجه، العجين اللي بالزياده ده هو اللي هيظبط معانا كل القصه دي. نلم بس العجينه كده في ايدينا وبعدين هقول لكم هنعمل فيها ايه حالا، بس نلمها كويس ونعجنها كويس. طبعا اللبن يا بيحتاج زياده يا بيحتاج اقل، عادي على حسب نسبه يعني امتصاص السوائل في الدقيق. نكلم لمار. يا لمار اهلا اهلا اهلا. الحمد لله وانت طيبه روحي. انا كنت عايزه بس اسال على طريقه القرص تاني، ممكن حضرتك تنزلها لي حالا؟ ممكن ننزلها حالا لو سمحتوا، وامشي على المقادير مظبوطه هتبقى معاكي زي الفل. بصوا ادي العجينه اهي لمت معايا ازاي وبقت فله. المقادير على الشاشه تمام. نلم كده 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 كده، اللبن واللبن الرايب والسوائل وكل حاجة هتخليها زي الفل. دلوقتي نجمعها كده كورة عشان تخمر مظبوط زي ما احنا شايفين. ونحطها في طبق ونغطيها علشان تخمر. تبقى ايه؟ تبقى كده تمام. بعد ما هتبقى كده تخمر في الطبق وتبقى كده، هقوم منزلاها كده بايدي تمام، وابتدي اشكلها كور كور بالشكل ده. وبعد ما تبقى كوره بالشكل ده يا اما هقوم مبططاها سنه صغننه كده وعملاها بالشكل ده، او هاخدها كده زي ما هي لو عايزين تاخدوها زي ما هي. بس الاحلى هو اني اخد بقى حته قشطه بلدي واقوم عامله ايه قبل ما تدخل على الوش كده، دهنه بالقشطه البلدي على الوش بالفرشه او بايدينا، ندهن القشطه على الوش هي اللي هتديها اللون الجبار بتاع القرص. طب لو عايزه احشيها نكلم سلمى وانا بحشيها. يا سلمى. الو الو. ايوه يا شيف دعاء. ايوه يا حبيبتي ازيك؟ الله يسلمك يا شيف دعاء، انا بحبك جدا جدا. وانا كمان يا حبيبتي والله. قولي لي عندك اي سؤال؟ كنت نفسي اعرف طريقه الجلاش المكسرات. حاضر من عيني. طيب خلينا بقى ايه
نيجي هنا كده وناخد الخمرة دي ونعمل فيها كده بالظبط، وناخد من العجوة اللي عندنا نعمل كده كورة زي امبارح، ونقفل كده 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 كويس، ونسيبها تخمر شوية، ونحط لها طبعا حتة القشطة بتاعتنا، ما ننساش القشطة لأن هي اللي ايه هتدي اللون. طيب أنا عايزة دلوقتي أدخل دول الفرن، حط كده بس القشطة وندخلهم الفرن على طول. هندخل الفرن على درجة حرارة 180، مش هتطول على طول، ان شاء الله تلت ساعة وتطلع على طول، وهي بتاخد اللون لوحدها وما بتحتاجش الشواية علشان ما ننشفش الوش، الوش تاخده من نفسها. صح ايدي وندخلها الفرن. يلا ساعة ان شاء الله وتبقى جاهزة ونطلعها على طول. احنا ايه هنطلع فاصل؟ طيب خلينا الاول نرص القرص بتاعتنا اللي هي بعد تلت ساعة هتبقى طلعت من الفرن واخدت لون وبقت زي الفل، ونطلع فاصل نكلم ام عبد الرحمن واحنا بنرص القرص. الو الو، ازيك يا شيف دعاء؟ اهلا اهلا، ازاي حضرتك؟ تسلم ايد حضرتك. تسلم يا رب، ربنا يخليك. جدا جدا جدا. اه والله بصي حلوه ازاي وطريه وزي الفل. والنبي يعني انا عايزه بسكوت النشادر ينزل، يعني انا عارفه الطريقه بس في حاجه مختلفه فيها شويه عشان عايزه اعمله النهارده لو سمحت. حاضر يا حبيبتي من عينيا. ربنا يخليك. بقول لحضرتك اؤمري. انا كنت عايزه من حضرتك خدمه، يعني عليا 3000 جنيه، انا عندي شغل الاطفال وما بقدرش اتحرك خالص، وجوزي مسن مش عايزين يشغلوه، عنده 66 سنه. فما دفعتش النور بقالي سنه ونص وحالتي صعبه جدا. حبيبتي ربنا يكرمك. طب سيبي رقم تليفونك بعد اذنك يا رب. اه بعد اذنك تسيبي رقم تليفونك. شكرا يا ام عبد الرحمن. نحط كده القرص بتاعتنا. ايه رايكم في المشنه؟ لايقه جدا والله جميله. ماشي يلا هنطلع فاصل ونرجع تاني نعمل وصفه حلوه قوي، استنونا بعد الفاصل. الثانية هي بسكوت لانكشاير او بسكوت النشا. بسكوت سهل قوي، الولاد بتموت فيه، بتحبه قوي قوي قوي، وانا بعمل النسخة. حسن وحسين كانوا هيخلصوا الصاج ده امبارح بالليل، اللي هو اللي رايح واللي جاي كده، طب واحدة طب واحدة طب واحدة. هو حاجة هشة شبه الغريبة ومش غريبة، طريقة تزيينه لطيفة. يلا بينا نقول المقادير. كوبايتين ونص دقيق، كوب وربع زبدة، كوباية نشا، بيضة، كوباية سكر باودر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، وفانيليا. محتاجين للتزيين مربة مشمش، بيريه، جوز هند، وفارماسيل. يلا بينا.
لو كمان حابين الشوكولاته انا زودتها دلوقتي، اي نوع شوكولاته قابله للدهن. انتوا عندكم بقى شوكولاته خام او باللبن عايزين تسيحوها، عندكم البرطمانات براحتكم. نحط الزبده كده، هنضرب الزبده مع السكر. ده السكر ولا النشا؟ ده السكر. نعلي اول ما يبتدي يبقى كريمي، نعلي السرعة. هنحط البيضة والفانيليا ونقلب. هنهدي شوية ونحط النشا. كده خليني ابص على اللي في الفرن عشان ما ننساهوش. بس تمام، هو لسه شويه، فاحنا ايه يعني ممكن نخليه هنا وبعدين هدخله تاني. بس لما اخلص نحط الدقيق مع البيكنج باودر. هقفل بقى كده وهقلب بايدي عشان ابتدي اشكل. انا عايزه الم العجينه ومش هتتلم الا بايدينا. كده نكلم هاله. يا هاله، ازي حضرتك يا شيفة دعاء؟ اهلا اهلا، انا بحب حضرتك جدا. يا حبيبتي وانا كمان. ينفع اسال حضرتك سؤال؟ طبعا. هو ينفع نعمل القرص اللي حضرتك لسه عاملاها دي من غير قشطه؟ اه ينفع طبعا، ما فيش مشكله، بس ادهني وشها كده لبن زبده. حاضر ماشي، شكرا جدا وتسلم ايدك على الحاجات الجميله. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي. العجينه بتاعته هشه جدا وعامله زي الغريبه. عايزين نشكله، هنيجي دلوقتي كده ونشكله بالطريقة دي. ثانية واحدة، احنا محتاجين نطلع فاصل حالا ولا تستنوني؟ طيب ثانية واحدة بس انضف ايدي. لا احنا نطلع فاصل احسن، احنا نطلع فاصل خلاص، نطلع فاصل عشان لسه قدامي حاجات كتير عايزة اقولها. نطلع فاصل ونرجع تاني.
يلا. رجعنا من الفاصل وانا بلم العجينه لميتها بمعلقتين دقيق، يعني حسيت ان هي لينه بزياده فحسيت ان هي محتاجه دقيق زياده، حطيت معلقتين دقيق بالظبط. بعد كده بشكل كور كور كده، هدخلها على درجه حراره 170 170، هتقعد لمده من 12 ل 15 دقيقه، يعني بعد ما يعدي اول 12 دقيقه لازم ابص علشان هي بتبقى لونها لون الغريبه، فمش بتاخد لون من فوق، اللون بس بتاخده من تحت وتنفش كده نفشه لطيفه جدا وبعدين خلاص بتبقى استوت. فعلشان كده درجه الحراره ما ينفعش تبقى درجه حراره عاليه، درجه حراره 170. العجينه زي ما احنا شايفين كده بصوا طريه جدا اهي، خلينا نشوفوها. طريه 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 وايه في نفس الوقت ما بتلزقش ولا اي حاجه، بكورها كده كور كور. ممكن تعملوها اشكال زي ما انتوا عايزين وزي ما انتوا حابين كده. ممكن الاحجام برضو نتحكم فيها زي ما احنا بنحب. الفرن طبعا متسخن من قبل كده، طيب هنقول المسابقة. السؤال بيقول ما هي علامة اختمار عجينة القطايف؟ تظهر فقاقيع في العجينة، يتضاعف حجم العجينة، يتماسك قوام العجينة. هنتصل من اي رقم على 0909 37 او 137. السحب هيكون بعد العيد على البوتاجاز. نعمل صفين كده وندخل الفرن وبعدين نزين. هوريكم بقى دلوقتي اللي انا عاملاه وهنزينه مع بعض. نحاول ان الاحجام تبقى قد بعض على قد ما نقدر علشان لما نركبهم على بعض يبقوا نفس المقاس، وده ممكن تستخدموا فيه المعلقه المعياريه اللي عامله زي معلقه الايس كريم دي، بتبقى مدوره كده مدورة، عشان أنا بقول مدورة مدورة. اللي طلع كبير هنحط الكبير مع بعضه والصغير مع بعضه عادي جدا. بسكوت ما بين البسكوت وما بين البيتي فور لذيذة قوي. نكلم نور. يا نور. الو. اهلا اهلا. ازيك يا سيف عاملة ايه؟ الحمد لله، انت عاملة ايه؟ الحمد لله، انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي قوي. انا فرحانة قوي ان انا بكلمك. انا فرحانة اكتر. انت منين؟ من بورسعيد؟ اه. انا بحب بورسعيد قوي. شكرا. العفو يا حبيبتي. يلا بينا هندخل على الفرن دلوقتي. الرف اللي في النص درجه حراره 170، هيقعد قد ايه؟ من 12
ل 15 دقيقه هيطلع عامل ازاي؟ هيطلع كده كده بالظبط. اللون من تحت ده الشكل، بصوا لونه من تحت عامل ازاي. اول ما اللون يبقى كده ويبقى منفوش زي الغريبه اهو، يبقى منفوش كده من فوق كده تمام. اوكي نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نزين. يلا بينا. هنزين ازاي؟ هنجيب المعلقه. معانا فريده. يا فريده ازيك؟ كويسه. عامله ايه؟ كنت عايزه طريقه عمل الجلاش. حاضر والله من عيني. حاضر، نحط الشوكليت كده ونعمل كده، نلزق الشوكولاتة فيها من كل ناحية وبعدين نحطها هنا كده. وهكذا ونكمل. ثانية واحدة أوريكم واحدة كمان. ونعمل بقى واحدة بالمربى. على فكرة انتوا ممكن تلونوا البسكوت نفسه لو حابين تلونوه، مفيش اي مشكلة، بس هي لازم ايه تبظ كده من الناحيتين. ايوة بس مش قوي، يعني لازم يبقى ايه في مربى خارجة علشان نعرف نعمل الحركة الشقية بتاعتنا دي. بيبقى حلو قوي في طبق الكحك العيد الصبح في العيد، بقى دمه خفيف كده وملون، والولاد بقى هي اللي بتحب تعمل الحركة دي جدا. تقدروا كمان تستخدموا جوز هند في التزيين بالشكل ده عشان نعمل ألوان. تقدروا تحطوا فستق لو حابين وعايزين فستق، برضو هيبقى دمه خفيف. نحاول نلم تاني كده 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 عشان نعمل. طيب احنا محتاجين نطلع فاصل. حاضر يلا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني. رجعنا من الفاصل ولسه بزين. فقرة التزيين دي هايلة. حاضر نبص على في الفرن حالا. لا لسه لسه قدام وقت، لسه ما عدناش كل الدقائق اللي قلنا عليها، قلنا 12 دقيقة ونبص. الشوكولاتة في الاستخدام أحلى من المربى، يعني المربى بتلزق وكل حاجة بس مع الشوكولات لا أحلى، بتمسك فيها كده الفرمسال وبتبقى شكلها كمان مظبوط. يمشي في الأعياد وفي شم النسيم، بسكوتة لطيفة جدا. أنا عاجبني اللي بالألوان أكتر من الجوز الهند، فاللي بيحب جوز الهند بقى يزود جوز هند أو فستق لو يحب. ممكن كمان تحشوه بكريمة اللوتس أو زبدة اللوتس،
بيبقى طعمه حلو قوي. نكلم هبة. يا هبة ازيك؟ الله يسلمك. اهلا 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 بيكي. قولي يا حبيبتي. ممكن لو سمحتي تنزلي لي الطريقه وتوصفيلي بس عملتها ازاي؟ دي اللي انا بعمله؟ ايوه. حاضر. الطريقه والمقادير هتنزل دلوقتي حالا على الشاشه. عملت ازاي دي لازم تشوفي الفقره على الفيسبوك اول ما تنزل او على اليوتيوب. ودلوقتي حالا المقادير هتنزل. المقادير بتاعه اللانكشاير حالا على الشاشه. وعايزه اقول لكم ان هو سهل جدا وبسيط جدا. وبيدخل الفرن على درجه حراره 170 وبياخد بالظبط 12 دقيقه علشان يستوي. لا لسه. نكمل بس التزيين عشان اخلص الطبق. امشي على المقادير مظبوطه هيظبط معاكي جدا. واهم حاجه اهم حاجه درجه حراره الفرن والتوقيت، فما تطوليش قوي في الفرن. درجه حرارته تبقى 170. طيب هننزل بقى دلوقتي مقادير لانكشاير البسكوت، بسكوت النشا. واحنا معانا كمان ايه؟ القرص الطرية كمان اهي نازلة. يلا على الشاشة. اوكي. طيب احنا كده ايه، خلصنا؟ ماشي. مقادير القرص على الشاشة ومقادير لانكشاير كمان. مبسوطة جدا جدا بحلقة النهاردة. انتوا هتمشوا وانا هكمل بقى تزيين عشان اكمل الطبق بتاعي. و عايزاكم تمشوا على المقادير وتمشوا على الستبس اللي قلتها بالظبط. هتنبسطوا جدا بكل الحاجات اللي عملناها النهارده. اتمنى تكونوا انبسطتوا معانا. ما تنسوش تتابعونا على فيسبوك انستجرام ويوتيوب. نشوفكم في حلقه جديده من مطبخ سر الصنعه. باي باي.